قصه امنيه وقصه امل، مش بس ان هم اتنين من مشجعات النادي الاهلي الكبار، لكن الحقيقه كمان هم قصه تستحق ان احنا نقف معاها. الاتنين ابطال رياضيين وتحدوا ظروف كتير ممكن كان يشوفها صعبه، كتير كان ممكن يشوفها شماعه، كتير كان ممكن يعلق عليها عدم قدرته او عدم رغبته في تحقيق اي شيء لنفسه، لكن الحقيقه ان هم اتحدوا الظروف الصعبه دي وقدروا يكونوا ابطال في رياضه الكاراتيه. خليني ابتدي، تسمح لي استاذ عماد، هبتدي مع امنيه ومع امل. عايز اعرف الاول قصة ارتباطكم بالأهلي، يعني في ناس كتير بترتبط مثلا بنجم معين، بترتبط بمرحلة بطولات معينة، في ناس بتاخدها بالوراثة، انتوا حب النادي الأهلي ابتدى معاكم ازاي وانتمائكم للنادي الأهلي ابتدى من امتى؟ هبتدي بأمنية. طبعا أنا اتولدت وكبرت لقيت بابا وجده وعمه والعيلة كلها بتنتمي للنادي الأهلي، أنا يعني حبيت الأهلي مش عشان لاعب معين، عشان كيان النادي الأهلي، كيان العظيم. فهي فعلا أهلاوية، أنا أهلاوية بالوراثة وفخورة بانتمائي للنادي الأهلي الحمد لله.